السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم في فيديو من قناة محمد ميم يوسف. النهاردة عندنا فتح علبة تورنمنت باتل أرينا من جاجو أنبوكسينج، يعني بمناسبة 300 مشترك. يلا نبدأ. أول حاجة هنشوف الشخصيات، والشخصيات هي كالآتي: كاي، وعندي من كاي صورة، وهتبقى أول صورة سندر، وولف، ماش، وورير، إيفل جاي، مش عارفة سامي غريبة والله. طيب فهي أرينا، هوريكم أرينا أنا عندي منها بتاعت الجزء الرابع، وهي دي الباتل أرينا بتاعت الجزء الرابع. فمن غير تطويل في الكلام يلا نبدأ. طبعا لازم نفتحها من هنا، دي اللحظة المنتظرة الحاسمة. بعد شوية تعديل. أنا نفسي متحمس. هنا الكياس المحافظة على البيئة من الكرتون وليس من البلاستيك. بدي كده طيب. فمحتويات العلبة هي ستيكر، ورقة التعليمات نفس حجم ورقة التعليمات بتاعت الجزء الرابع، والأكياس لازم هي 5 أو 4 6 أكياس ما شاء الله. فأنا هعمل كيس كيس وأوريكم النهاية. وهنا كاي اللي هو أول شخصية، الشخصية اللي مظهرتش في الكرتون بالسوت ده. وهنا سندر الشبح أظن عشان هو ضببه كده. وأخيرا خلصت أول كيس واللي هو أهو كده عشان يتحاربوا. طبعا الكيس التاني مفهوش شخصيات للأسف، وأهو الحاجتين مع بعض، ده بتاع الكيس الأول وده بتاع الكيس التاني. وهنا معانا أول ميني فجر، وهنا تاني ميني فجر اللي بسميه بصراحة الميني فجر المرعب. هنا الكيس السادس مجوهاش اي شخصية. ده بعد ما خلصت الكيس السادس، هو كان كيس صغير، لا سوري قصدي الكيس الخامس كان كيس صغير، ودلوقتي الكيس السادس والاخير قربت خلص الحمد لله. واخيرا خلصت اكبر ست عملت في حياتي يعتبر، سندر وكاي، الشخصية المرعبة، إيفل جاي، المعلم، وكله. وبس ده كان فيديو النهاردة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وحطوا لايك وسبسكرايب. بس مع السلامة.